السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون 21 بوصة، تلفزيون فلات شاشة مسطحة. التلفزيون كان جاي من عند الجبون، الشاشة محبوطة، وأنا بدلت الشاشة بشاشة مستعملة والتلفزيون اشتغل تمام. أحب أوضح اللي عملته. الشاشة القديمة كانت ذو تخين، واليوك القديم واضح ان التلفزيون القديم واخد خبطة جامدة، وانا بدلت الشاشة بواحدة مستعملة، والشاشة اللي انا عملتها شاشة بوز رفيع، وده شكوة الشاشة القديم بوش تخين، وعدلت مكانه سكوت جديد رفيع علشان الشاشة بوز رفيع. والشاشة البوز رفيع اللي انا جايبها شاشة فلات، وكل حاجة اشتغلت تمام. اوضح، شاشة بوز رفيع ولكن شاشة فلات. والتلفزيون عملت كل حاجة، وحاليا التلفزيون شغال. هوصل وهوضح. التلفزيون شغال طبيعي جدا بدون اي مشاكل. التلفزيون شغال تمام بعد التعديل اللي عملته، والالوان طبيعية جدا، ولكن الشاشة طويلة جدا من فوق وطويلة من تحت، مفتوحة جامد علشان الم الشاشة من فوق ومن تحت. لازم ادخل على قائمة السيرفس من التلفزيون وافتح الاعدادات واربط الشاشة من فوق ومن تحت، ولكن انا حاليا مش معايا قائمة السيرفس للتلفزيون الحالي. سبب فتح الشاشة من فوق ومن تحت علشان اللوك اللي انا عملته لوك بوز رفيع ومش بتاع التلفزيون، وده اللوك الاصلي ذو تخيل. والشاشة اللي عملتها برج رفيع جبتها باليوك بتاعها، ولكن الشاشة مفتوحة من فوق ومن تحت جامد. فأنا هشغل اليوك القديم اللي هو التخين مكان اليوك رفيع علشان الإعدادات ترجع زي ما كانت وضعها الطبيعي، والشاشة تكون ملمومة من فوق ومن تحت. أوضح التعديل. هو ده الوضع الطبيعي الخاص بالتلفزيون الحالي، شاشة بوز رفيع ويوك بوز رفيع جاي مع الشاشة، وكل حاجة شغالة تمام، ولكن الشاشة مفتوحة من فوق ومن تحت فرتيكال. فأنا هحاول أركب اليوك القديم الأصلي الخاص بالشاشة القديمة اللي ذو تخين مكان اليوك رفيع. حاليا فكيت اليوك رفيع الخاص بالشاشة البوز رفيع، وحجيب اليوك الاصلي ذو تخين. واضح انه واسع جدا، احاول اعدل في المجال الواسع، وحوصل اليوك عادي زي ما كان علشان اخلي اليوك وضعه الطبيعي يوك ذو تخين. هجيب علبة بقرة لحام قديمة وهدخلها بالشكل ده، بس هشيل الحتة اللي فوق وهشيل الجزء ده خالص، يعني ماسورة بلاستيك فاضية، وحاول ادخلها. هي ما دخلتش علشان الفتحة ضيقة، ولكن انا هفتحها
وابدا ادخلها طبيعي جدا. وهدخل اليوك طبيعي جدا لسه في مجال واسع. احاول الف اي لج عشان يتخن المسافة شوية. ده وضع مناسب واليوك واخد مكانه صح بدون اي هزة ولا اي حاجة. وهبدأ اشغل واتابع الشاشة من فوق ومن تحت وهوضح. حاليا التلفزيون فتح هوضح الالوان. الشاشة طبيعية جدا، الالوان واضحة والكلام واضح من فوق وواضح من تحت، والشاشة كاملة نفس الوضع القديم الخاص بالشاشة القديمة. كل حاجة تمام، ألوان طبيعية، شاشة كاملة مش محتاج إعادة ضبط من فوق ولا من تحت. اليوك القديم عمل كل حاجة بدون ما اتحكم في الفرتيكل. بعد ما ظبطت اليوك وكل حاجة تمام هبدأ اقفل اليوك تقفيل النهائي. احاول اجمد عليه. هبدا اثبت اليوك بسيليكون علشان اعلت اليوك القديمه اتكسرت مع الشاشه، فانا بحاول اثبت اليوك بسمع. وهامن على اليوك من فوق علشان يبقى ثابت مكانه. حاليا ثبت اليوك تمام وهبدا اقفل التلفزيون تقفيل نهائي. ده التعديل اللي انا عامله، عدلت شكل الشاشه الرفيع وهنا الشكل التخين الخاص بالشاشه القديمه. سبت كل حاجه زي ما هي علشان ممكن في يوم من الايام يجيب شاشه تانيه. بعد ما انتهيت من تقفيل اليوك وأمنت على كل حاجة هوضح التلفزيون شغال. هنا موضح بعد التقفيل النهائي، التلفزيون شغال طبيعي جدا، شاشة واضحة من فوق ومن تحت، الكلام واضح من فوق والكلام واضح من تحت، وكل حاجة تمام. والحمد لله تم تعديل اليوك بنجاح. وتحياتي للجميع وإلى اللقاء في عطل جديد.